السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من World Sports كل يوم جمعة من الساعة 5 وحتى الساعة 6:30. طبعا أسبوع كان سعيد جدا بالنسبة لجمهور النادي الأهلي، النادي الأهلي صعوده إلى المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال أفريقيا وملاقاة نادي الترجي إن شاء الله بداية من الجمعة القادمة، المباراة الأولى في القاهرة والمباراة الثانية تكون الجمعة اللي بعديها في تونس. كل التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله يتوج بالبطولة الأغلى لجمهوره، طبعا أكيد يعني من عشاق تتويج ببطولة أفريقيا. النادي الأهلي مفيش حد زيه في القارة الأفريقية، بيحطم كل الأرقام القياسية في عدد الفوز بالبطولة، وإن شاء الله البطولة اللي جاية تكون التاسعة للنادي الأهلي وتبقى يعني مسك ختام للجمهور، وبطولة تكون مهمة جدا جدا في توقيت مهم جدا. طبعا عشاق الكرة العالمية أسبوع كان قوي، أسبوع كان فيه مباريات قوية جدا، وكمان المشجعين المصريين اللي بيتابعوا كرة عالمية أكيد كلنا كنا مبسوطين جدا باللي حصل في أو خلال الأسبوع الماضي. محمد صلاح بسم الله ما شاء الله بيعود إلى التهديف مجددا بثلاث أهداف في مباراتين، مباراة في بطولة الدوري تخلص 1-0، محمد صلاح هو صاحب هدف الفوز أيضا في الشامبيونز ليج وهدفين، علشان طبعا يحقق أرقام قياسية جديدة. محمد صلاح 50 هدف في 65 مباراة مع ليفربول، أسرع لاعب في تاريخ طبعا ليفربول، وفي الدوري الإنجليزي يعني يحقق الرقم يوصل ل 50 هدف، كمان عدد أهدافه في الشامبيونز ليج بيرفع رصيده إلى 15 هدف علشان يعدي أساطير كتيرة جدا زي رونالدو وزي روبرتو كارلوس وزي نجوم كتيرة جدا وزي أدريانو، ناس كتيرة جدا حققت أرقام، لكن محمد صلاح بسم الله ما شاء الله المصري الفرعون اللي أكيد طبعا كان في بعض الكلام عليه من بداية الدوري، لكن اتكلمنا الحلقة اللي فاتت على إحصائيات محمد صلاح، إن محمد صلاح هو محمد صلاح الموسم الماضي، لكن التركيز عليه زاد، وبالتالي لما يكون في ضغوطات على اللعيبة احنا بس بننتبه وبنركز مع الأهداف، لكن عدد التمريرات عدد دقائق اللعب عدد المباريات كلها لم تتأثر مع محمد صلاح بشيء، بالعكس مع منتخب مصر بيسجل، مع ليفربول بيتألق وبيسجل، وزي ما احنا شفنا المباراة الأخيرة اللي كانت في الدوري وهنتكلم عليها أكتر بعد ما نخش إلى بقى الفقرات الأساسية اللي موجودة معنا في الحلقة. هنتكلم على محمد صلاح وزي محمد صلاح رجع تاني للتهديف ورجع تاني للتألق. طبعا مباراة يوم الحد، المباراة المرتقبة والمباراة المنتظرة، كلاسيكو الأرض، كلاسيكو الأرض اللي كل عشاق كرة القدم في العالم بيستنوها وبيتابعوها مرتين في السنة، لكن المرة دي هتكون مختلفة، مختلفة من طرفين مش من طرف واحد، من طرفين ريال مدريد وبرشلونة. ريال مدريد بيفتقد رونالدو، رونالدو موجود في الدوري الإيطالي، وبالتالي أول كلاسيكو من فترة طويلة جدا ما يكونش رونالدو موجود فيه، كنا هنقول أول كلاسيكو من غير ميسي ورونالدو او من غير رونالدو ووجود ميسي، لكن ايضا ميسي يشاء القدر انه في مباراه اشبيليه في الدوري الاسباني، ان طبعا بيحصل اللي اكيد كلنا اكيد تابعناه وشفنا الاصابه اللي لحقت بيه في دراعه وادت الى غياب ميسي 3 اسابيع. زي ما احنا شايفين التدريبات الاخيره لفريق ريال مدريد واللي بيستعد ليها بقوه، هل مباراة ريال مدريد هتكون الأولى والأخيرة للوبيتيجي المدير الفني الأسباني؟ هل هتكون آخر مباراة ليه كاختبار في ضمن سلسلة النتائج السيئة اللي بيحققها ريال مدريد؟ ريال مدريد في المركز الخامس، ريال مدريد حظه الكويس إنه واقع في مجموعة سهلة في بطولة دوري الأبطال، لكن في الدوري موقفه وموقعه سيء جدا لا يليق بالنادي الملكي، غياب رونالدو أكيد عامل فارق كبير، شفنا داخل الملعب لا يوجد قائد، ما حدش عارف يسيطر على غرف خلع الملابس. التقارير كتيرة والصحف بتتكلم كتير، هل مورينيو هيرجع تاني لكتيبة ريال مدريد؟ هل فلورنتينو بيريز بيفكر في كونتي؟ هل مين اللي ممكن يقدر انه ينتشل ريال مدريد بعد المستوى السيء اللي شفناه في الدوري؟ مباراة برشلونة جاية في وقت صعب جدا، جاية في توقيت ما حدش من جمهور ريال مدريد هيستحمل او يعني او مقبل على نتائج تكون سيئه للفريق. برشلونه اكيد العكس تماما، برشلونه ماشي في الشامبيونز ليج العلامه الكامله، عنده مجموعه صعبه جدا فيها الانتر فيها توتنهام فيها بي اس في اندهوفن، كمان بنتكلم على الدوري ان هو ماشي بشكل كويس جدا،
طبعا احصائيات وارقام لو جينا تابعناها. برشلونه الموسم الحالي لعب 9 مباريات، مباراه ريال مدريد هتكون العشرة، فاز في 5 وتعادل في 3 وخسر في 1، بيتصدر جدول ترتيب الدوري الاسباني. طبعا ابرز اللعيبه اللي موجودين اللي لعبوا 9 مباريات وحصلوا على العلامه الكامله راكيتيتش وبيكي وجودي البا وبوسكيتس وعثمان ديمبلي، بتكلم حتى لو كان موجود على مقاعد البدلاء ونزل اساسي. اما ريال مدريد فلعب 9 مباريات، فاز في 4 مباريات وتعادل في 2 وخسر في 3 لقاءات، وكمان مش بيتصدر المركز الخامس، ده في المركز 7. اكيد يعني ما حدش من جمهور ريال مدريد كان متخيل ان ممكن بعد الضجه الاعلاميه اللي حصلت مع التعاقد مع لوبيتيجي في وقت بطوله كاس العالم ان هو مش هيعرف يسيطر على الامور. الواضح ان لوبيتيجي عنده شخصيه ضعيفه، واضح ان لوبيتيجي مش قادر يسيطر على غرف خلع الملابس. يعني ايه غرف خلع الملابس؟ يعني الغرف المغلقه داخل نادي ريال مدريد، اللعيبه بتتكلم كتير، اللعيبه محبطه، اللعيبه هو مش عارف يسيطر عليهم، مش عارف يحتويهم نفسيا. زين الدين زيدان كان ناجح مع ريال مدريد عشان كان ناجح نفسيا مع اللعيبه. زين الدين زيدان لعيب كبير ونجم، فازاي بيعرف ان هو يتعامل مع النجوم اللي زيه؟ شفنا رونالدو، شفنا كروس، شفنا مودريتش، شفنا بيل، كله كان ايد في ايد مع زين الدين زيدان. لكن اللي حصل اكيد طبعا يعني بيأثر على فريق ريال مدريد، لكن زي ما قلت لحضراتكم اسم مورينيو بيتردد في الصحافه الاسبانيه بشكل كبير جدا. لكن هل تتوقع ان مورينيو ممكن يعود تاني الى فريق ريال مدريد؟ كمان مورينيو عنده يعني علاقه سيئه مع جمهور مانشستر يونايتد، يعني بيخسر مباراته الاخيره امام يوفنتوس، عنده مباراه صعبه جدا مع ايفرتون في الدوري الانجليزي، شفنا التعادل المثير مع نادي تشيلسي والمشاكل اللي حصلت في اخر المباراه بعد الاحتفال الغير لائق مع احد المسؤولين الاداريين من نادي تشيلسي. عندنا قضايا كتير جدا جدا هنتكلم عليها، عندنا اغلبه صحف عالميه، عندنا مداخلات، وعندنا اخبار كتيره جدا جدا جدا. ان شاء الله كل ده هيكون موجود معانا في فور سبورتس على قناه الاهلي، لكن هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فيه مع حضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد في وورلد سبورتس، وطبعا هنبدا معاكم، لكن قبل البدايه اللي هنبداها فقراتنا العالميه اكيد طبعا عندنا احداث مهمه جدا خاصه بالنادي الاهلي، واكيد بنصنفها من ضمن الاحداث العالميه او الاخبار العالميه وجود النادي الاهلي في بطوله كاس زايد، اكيد بطوله مهمه جدا مع احد الانديه الاماراتيه اللي اكيد بتربطنا علاقه جيده جدا بدوله الامارات الشقيقه وبنادي الوصل، نادي كبير جدا، نادي من اعرق الانديه اللي موجوده في الامارات، وبالتالي معانا على التليفون واحد من نجوم نادي الوصل والمنتخب الاماراتي الجنرال الكابتن اسماعيل راشد. كابتن اسماعيل برحب بحضرتك. مساء الخير. مساء الخير، ازاي حضرتك؟ كله بخير؟ الله يسلمكم، كيف الحال؟ طبعا حضرتك واحد من اهم نجوم نادي الوصل الاماراتي، واحد من نجوم المنتخب الاماراتي، ووجودك معنا على قناه النادي الاهلي هو اكيد شرف لينا، وايضا العلاقه ما بين شعب مصر وشعب الامارات هي علاقه طيبه، لكن مباراه تكون قويه جدا في بطوله كاس زايد، شايف المباراه ازاي من وجهه نظر حضرتك؟ في البدايه ارحب فيكم وبالمشاهدين. اكيد اليوم نحن والشعب المصري اكيد ان نحن شعب واحد وتربطنا علاقات كبيره سواء كانت سياسيه وحتى على المستوى الرياضي. نتمنى ان هذه الامور كلها تترجم ان المباراه تطلع يعني حبيه في النهايه، لان في النهايه نقول نحن للفايز مبروك وللخسران هارد لك. تمام. تبقى كره القدم في الملعب وبرا الملعب الكل حبايب. طبعا اكيد هناك فوارق كثيره فنيه بين فريق الوصل خاصه في هذا الوقت اللي يعيش مرحله غير جيده من المستوى الفني،
يعني ابتعاد بعض اللاعبين عن مستواهم إضافة إلى النتائج السلبية مقارنة اليوم بالنتائج نادي الأهلي. تطور من الصعود في الفترة اللي طافت في كأس أفريقيا، أيضا يعني المستوى الجيد اللي قدم اللاعبين بالإضافة إلى الجهاز الفني في الدوري المصري، هذه كلها أشياء إيجابية بالنسبة للفريق الأهلي المصري أنه يكون حاضر وبقوة في يعني في مباراة المباراة بعد يوم. كابتن اسماعيل، زي ما حضرتك اتكلمت وقلت النادي الاهلي عنده معنويات مرتفعه، صعوده لنهائي دوري ابطال افريقيا، الوصل لمركزه في الدوري المركز العاشر، عنده 7 نقاط، زي ما حضرتك قلت في بعض التدهور في المستوى. هل حضرتك شايف ان كل بطوله بيكون ليها العوامل الخاصه بيها، ولا ممكن العوامل اللي موجوده في مختلف البطولات تاثر على الفريق في مشواره البطولي سواء في كاس زايد او في الدوري او في تصفيات اسيا او في تصفيات افريقيا؟ شوف دائما يعني اكيد ان هناك في جهاز اداري وجهاز فني، في كل بطوله يجب الفصل ما بين بطوله الى اخرى. صحيح مثل ما قلت لك ان اليوم النتائج السلبيه اكيد انها لها دور سلبي، ولكن تبقى بطوله كاس زايد لها رونق، خاصه انها تحمل اسم مؤسس دوله الامارات العربيه المتحده الشيخ زايد رحمه الله عليه. في نفس الوقت يعني من المفترض ان اليوم الوصل يعني يمثل دوله الامارات، مفترض انه يطلع بصوره جيده. اكيد هناك يعني اليوم على المسؤولين في الجهاز الاداري في نادي الوصل عندهم القابليه وعندهم الروح الجيده في انهم ينهون في انهم يعني يعطون تعليمات بالنسبه للفريق الظهور بروح يعني ممتازة، وأيضا أنهم ينسون ما هو حاصل في الدوري. كابتن إسماعيل، ممكن مباراة الأهلي نشوف فيها لو حصل نتيجة سلبية على فريق الوصل ممكن نشوف تغيير في الجهاز الفني، ولا الجهاز الفني بما أن حضرتك واحد من نجوم الفريق وأكيد قريب حضرتك من الإدارة ممكن يبقى عنده فرصة لحد مثلا الانتقالات الشتوية أو لحد آخر السنة، بحيث أن هو يكون فيه أن أنا حاسبه على جميع النتائج من خلال مشواره في الدوري ومن خلال إنهاء ترتيبه في الدوري الإماراتي؟ شوف هو التغيير خلاص، المدرب الحين قبل اسبوع راح، المدرب كونتيرس تمام كان موجود مع الفريق الفتره اللي فاتت. تمام. فبالتالي احنا عندنا مدير فني هيكون في مواجهه الاهلي، او مدير فني يمكن لسه جديد على الفريق؟ لا، موجود مدرب الفريق الان. المدرب كفى المواطن حسن العبدولي، كان مساعد مدرب المنتخب الاول كابتن مهدي موجود معاهم، واكيد انه عند الخبره الكافيه طبعا يعني يعطي توجيهات للفريق بشكل افضل. اكيد ان الاداره اعطت المدرب ثقه في ليكون على راس الجهاز الفني، وهذه كلها اكيد ان المدرب يعني يكون قد الثقه الملقاه على عاتقه، بالاضافه الى اللاعبين اللي هم عليهم الدور الاكبر في انهم على الاقل انهم يطلعون بصوره جيده في هذه المباراه. كابتن اسماعيل راشد، يعني بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا، نجم من نجوم نادي الوصله الاماراتي وايضا الملقب بالجنرال، سعدنا بوجود حضرتك اشقائنا الاماراتيين، واهلا بكم ان شاء الله في بلدكم الثانيه مصر، بشكرك شكرا جزيلا. ده كان كلامنا مع كابتن اسماعيل راشد، واحد من نجوم نادي الوصله الاماراتي، على هامش مباراه نادي الاهلي والوصله الاماراتي في كاس زايد، مباراه اكيد هتكون قويه جدا، و أكيد زي ما سمعنا كابتن إسماعيل تغيير مدير فني في وقت سلاح ذو حدين، يا إما اللعيبة بتحاول تثبت نفسها للمدير الفني وبالتالي هنشوف روح وحماس وإصرار من اللعيبة، وأيضا ممكن يكون ليها شق سلبي إن هو لسه مش عارف أو متعرف على كل اللعيبة اللي موجودة، وبالتالي هيبقى في يعني جزء مفقود ما بين اللعيب والمدير الفني. لكن في الأول وفي الآخر بغض النظر عن هي مباراة كرة قدم، هي مباراة أكيد بنسعد باستضافة الشعب الإماراتي في بلده الثانية مصر، أكيد طبعا إحنا كمان هنكون موجودين في دولة الإمارات، فالاحترام والود والأخوة هو الشيء المتبادل بين الشعبين. كرة القدم ما هي إلا رياضة، لكن الأصالة والأخوة والمواقف الطيبة والإيجابية هي اللي تبقى ما بين الشعبين. طبعا النادي الأهلي أيضا بعد يعني يوم الجمعه اللي جايه، الاول عنده مباراه الوصل في كاس زايد، بعد كده عنده نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا،
واكيد مباراه قويه جدا مع نادي اكيد نادي قوي، نادي عريق في تونس، نادي اكيد كلنا عارفين اهميته في افريقيا والدوري التونسي. وكمان معانا على التليفون واحد من اهم اللعيبه من نجوم نادي الترجي ومنتخب تونس، الكابتن خالد المولي، علشان يتكلم معانا اكتر على المباراه. كابتن خالد، برحب بحضرتك على قناه الاهلي. مرحبا بيك اخ عمر وكل الساده المشاهدين لقناه الاهلي المصري وبالشعب المصري الكل. كابتن خالد، يمكن حضرتك اكيد واحد من نجوم نادي الترجي التونسي، واحد من اللي شاركوا في المباراه النهائيه في 2012، لكن هتكلم معاك في المواجهه الثالثه ما بين الاهلي والترجي. الاولى والثانيه كانت في مرحله المجموعات، المباراه الثالثه والرابعه هتكون في مرحله مهمه جدا، هي مرحله النهائي ومرحله التتويج باللقب. الاول، شايف المباراه ازاي؟ وايه الفرق ما بين المباراه النهائيه والفرق ما بين المباراه اللي اقيمت بين الاهلي والترجي في مرحله المجموعات؟ هو بطبيعه الحال كل مقابله وعندها الحقيقه نتاعها. مقابله المجموعه ما كانتش مهمه كثير للترجي، ما انه ضمن الترشح نتاعه، كان يعني كان الهدف انه مين يترشح الاول، الاهلي ولا الترجي، وكان الاهلي الحقيقه جاهز احسن في المباراه نتاع المجموعه وفاز وتحصل على الترتيب الاول. الان نحكيوا على مباراه يعني مغايره تماما، مباراتي نتاع نهائي، اكيد الاستعداد باش يكون مغاير، الاتموسفير يعني ككل باش يكون مغاير، لانه يعني زوز المباراتين باش يكونوا مهمين جدا بالنسبه للترجي. نفس الشيء اتصور الاهلي المصري باش يكون يعني جاهز بدون يعني ممكن حساب كبير بالنسبه لمقابله المجموعه، لان مجموعه يعني مباراه من الماضي اصبحت. لذلك اتصور انه الترجي ممكن ياسر يعني ممكن كثير انه يستفيد من الهزيمه اللي هزمها في المباراه نتاع المجموعه في تونس. نتمنى كل التوفيق للفريقين. كابتن خالد، حضرتك كنت موجود زي ما قلت في الاول في المباراه النهائيه اللي كانت في 2012، وحضرتك عشت اجواء دوري ابطال افريقيا في المباريات النهائيه. عايز اعرف من حضرتك بيكون عامله ازاي؟ ايه الاختلاف؟ الاستعداد النفسي والاستعداد البدني، ايه اللي بيكون مختلف عنها عن بقيه المباريات؟ وكمان حضرتك كلاعب كره قدم ممكن تحكي لي حاجات عشتها هتكون واقعيه اكتر من كلام حضرتك اللي هتقوله. انت يعني تعرفت لنقطة مهمة ياسر، هو التحضير النفسي. هذا يفرق ما بين مقابلة يعني مباراة مجموعة ومباراة ثانية. التحضير النفسي مهم جدا بالنسبة لأي فريق باش يخوض نهائي. يظهر لي في 2012 الأهلي في مباراة الإياب كان أفضل على المستوى الذهني، يعني مع الترجي في مقابلة الذهاب عملنا رغم اللي عملنا نتيجة إيجابية 1-1 في القاهرة العرب، لكن في القاهرة، لكن في مباراة الإياب الأهلي المصري أظهر استعداد ذهني كبير، وفي نفس الوقت في المباراة يعني 2012 نهائي 2012 الترجي كنا ناقصين عديد اللاعبين المهمين، الشيء اللي استغله الأهلي المصري مع الخبرة الموجودة. نعرف الأهلي المصري يعني أكثر فريق في أفريقيا لعب نهائيات وفاز بالرابطة الأبطال، الخبرة مطلوبة في مثل المواجهات مثل هذه، لكن تبقى دائما حقيقة الميدان هي الفيصل. اليوم أكيد على المستوى الذهني الأهلي المصري يعني نادي كبير وعنده الخبرة وعنده اللاعبين اللي يملكوا ما يلزم من الإمكانيات الفنية والذهنية أنهم يلعبوا مباراة نهائية، لكن في نفس الوقت الترجي لا أتصور أنه باش يعني فلت فرصه كبيره مثل هذه، لانه اظهر في المباريات النصف النهائي، اظهر مباريات الاياب خصوصا 4-2 اللي فازها، اظهر استعداد بدني وذهني كبير. دونك نتصور اللي نهائي باش يكون نهائي ما بين زوز اكبر فرق في افريقيا، تلعب على مباريتين هذا اكيد. الترجي مطالب انه كالعاده يقوم بنتيجه ايجابيه في مصر، وهذا ما يحصل للنادي في اكثر في اغلب الاحيان في القاره. تبقى قابلت الاياب لازم الفريق يكون جاهز، بطبيعه هذا كل
يتعدى بمباراة الذهاب، نتمنى الترجي يكون جاهز 100% باش يخرج بنتيجة إيجابية. كابتن خالد، عايز اسألك على سؤال مهم جدا خاص بمباريات الإياب والعودة. يمكن زمان سمعنا على ان دايما الفريق اللي بيلعب بره ملعبه من الصعب ان هو يفوز، لكن شفنا الوقت بيتغير، حتى في قاره افريقيا بقى الموضوع عادي، نغمه الفريق بيلعب جوه ارضه او بره ارضه الموضوع ما بقاش صعب زي الاول. هل حضرتك تتفق مع الكلام اللي بقوله، ولا لسه رهبه صاحب الملعب بتبقى موجوده للفرق المضيفه او 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 للفريق الضيف اللي بيكون موجود على ارض الملعب؟ هو شوف، الكرة الحديثة ورينا هذا في كأس العالم، خصوصا عديد المنتخبات رغم القوة الفنية اللاعبين نتاعهم، لأن يحبوا انه يكونوا يعني الكتلة الدفاعية نتاعهم متأخرة عشان يعني يكسبوا المساحات اللي خليها الفريق اللي باش يهاجم. هذاك علاش نصور اللي غيرت المفاهيم التكتيكية بالنسبة لكرة القدم الحديثة، انه عديد الفرق ولاو يحبوا يدافعوا عشان يعرفوا يلعبوا الكونتر اتاك. الترجي عنده الامكانيات من الناحيه هذه، الاهلي نفس الشيء، رينا عديد مرات الاهلي في مقابله الاياب في تونس في مجموعات الاهلي لعب كتله منخفضه وقلل المساحات اللي خليها الترجي الرياضي التونسي ما بين الحارس المرمى والمدافعين. نفس الشيء باش يكون الترجي مطالب انه اول شيء يامن المباراه على المستوى الدفاع، يلعب دفاع جيد متكتل. نعرف قوه الاهلي المصري انه يعني في الهجمه المركزه فريق قوي، يعرف يعني يمر من الاطراف، يعرف يمر من عمق الدفاع. لذلك الترجي مطالب انه في مباراه الذهاب يغلق المنافس جيدا ويستغل المساحات اللي ممكن يخليها دفاع الاهلي المصري. كابتن خالد المولي، بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا في قناه الاهلي، وكلام مهم جدا جدا خاص بالمباراه القادمه ما بين الاهلي والترجي في نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا، وان شاء الله اكيد كل التوفيق للفريقين. زي ما احنا قلنا مصر والامارات هم اشقاء، ايضا مصر وتونس هم اشقاء نادي الاهلي، مش غريب على ملعب رادس، لان نادي الاهلي توج باكثر من بطوله افريقيه من على ملعب رادس. كلنا اكيد فاكرين مباراه الصفاقس ومباراه الترجي اللي كابتن خالد المولي كان واحد من لعيبه نادي الترجي اللي شاركوا في المباراه، بالتالي اكيد كل التوفيق للنادي الاهلي التسعة اللي ان شاء الله هتكون من نصيب النادي الاهلي. لكن كلنا عندنا يقين وايمان في ربنا ثم المدير الفني واللاعبين ان هم يقدروا يحسموا اللقب الافريقي الغالي من مصر، من القاهره، ايا كان ايه ملعب المباراه، ايا كان ايه الظروف اللي هتكون موجوده. ان شاء الله النادي الاهلي يقدر انه يحسم لقب البطوله زي ما عملنا مع وفاق سطيف، ومن هنا قدرنا نفوز بنتيجه انا اعتقد انها كانت ممكن تكون اكثر من كده، لكن النادي الاهلي اكتفى بهدفين. اعتقد ان شاء الله النادي الاهلي عنده كل المقومات اللي تقدر ان هو تخليه يفوز ببطوله مهمه جدا وبمباراه اعتقد ان هي هتكون مش سهله وفي نفس الوقت مش صعبه. زي ما احنا عارفين النادي الاهلي فريق كبير، يعني عنده كل القدرات والامكانيات اللي تؤهله للحسم من خلال هنا ان شاء الله المباراه الاولى اللي هتكون يوم الجمعه القادمه 2 نوفمبر ان شاء الله. ده كان خاص فقره النادي الاهلي واللي ليه علاقه بكاس زايد او نهائي دوري الابطال. ان شاء الله اكيد هنكمل معاكم، لكن يعني اكيد هنبدا باغلفه الصحف العالميه ونعرف ايه هو الجديد وايه هو اللي متداول في الصحف العالمية. ده طبعا بتكون صادرة صباح اليوم بعد اسبوع من لقاءات الدوري ودوري الابطال، كمان بكرة وبعده في مباريات هنقولها لحضراتكم، لكن بعد ما ناخد اهم العناوين اللي موجودة في الصحف العالمية ونبدأ بالصحف الايطالية. صحيفة توتو سبورت الايطالية وكلامها على الدوري الاوروبي، اكيد لاتسيو بيفوز 3-1 على مارسيليا واكيد حدث مهم جدا، كمان فوق خسارة اي سي ميلان من ريال بيتيس 2-1. لكن العنوان الابرز اللي هم حاولوا يبروزوه، حاولوا يتكلموا عليه، ان الحكم تعاون مع ريال بيتيس في الفوز على اي سي ميلان 2-1. طبعا انيلي يبرئ رونالدو من القضية المتهم فيها من عام 2009، قضية كبيرة جدا لكن لسه الجدل لم يتم التوقف عنه وبالتالي لم يتم الحسم بعد في قضية رونالدو. نروح لصحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية، وأكيد طبعا بنتكلم على مباراة نابولي وباريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان قدر أنه يتعادل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة بهدف عن طريق أنخيل دي ماريا. نابولي كان
في طريقه الى حصد 3 نقاط مهمه جدا في مجموعه صعبه جدا اللي ليفربول في نفس المجموعه قدر انه يفوز 3-0 وبالتالي ينفرد بالصداره. لكن هل باريس سان جيرمان هل نابولي اللي هيكونوا موجودين معاه في دور ال 16 ده اللي احنا هنعرفه. لسه مكملين مع صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية ونروح نشوف أهم العناوين. أكيد طبعا يعني انتقاد لميلان زي ما احنا شايفين صورة جينارو جاتوزو وميلان هذا لم يعد ينمو بعد الآن. الناس شايفة أن ميلان ما بقاش فيه تقدم، ميلان ما بقاش فيه أي شيء جديد، ميلان هو ميلان لكن ميلان أكيد محتاج يعني محتاج شغل كبير جدا جدا. لكن كمان العنوان الأقوى اللي موجود على صورة جاتوزو هو أن جاتوزو لديه مباريات معدودة، بيتكلموا في عمر جاتوزو في الملاعب الإيطالية مع اي سي ميلان بقى مباريات معدودة وممكن بعدها يتم إقالته وتعيين مدير فني جديد. هل هنشوف مين اللي هيقبل أنه يلقي بنفسه في النار اللي احنا شايفينها في ميلان سنين كثيرة جدا، نفسنا ان ميلان يعود تاني من جديد لكن للأسف الفلوس والإمكانيات المادية هي اللي بقت اللغة السائدة في عالم كرة القدم. نروح لأسبانيا والمباراة المرتقبة ما بين ريال مدريد وبرشلونة وصحيفة سبورت الكتالونية. عندنا في الصحافة الأسبانية كل جورنان بيكون لي انتماء لكن صحيفة سبورت ولاءها لكتالونيا لبرشلونة. 11 لاعب لطبعا مباريات ريال مدريد ودي صورة الفريق في مباراة الانتر الأخيرة والمناسبة أكيد هي ده أقرب تشكيل لمباراة ريال مدريد وبرشلونة من قبل النادي الكتالوني. فالفيردي أكيد أعطى مفتاح اللعب أمام انتر، هناك خطط لتكرار رهانه على رافينيا. رافينيا كمان كهو الكلام الأقرب أنه هو يكون موجود مكان ميسي، كان موجود في مباراة انتر ميلان وسجل سجل هدف الأول اللي فتح كل الخطوط لبرشلونة لتسجيل الهدف الثاني. وطبعا صحيفة موندو ديبورتيفو الأسبانية والكلام على أرثر. أرثر اللاعب البرازيلي اللي تم التعاقد معاه بدون أي ضجة. اللاعب ده يا جماعة واحد من أهم اللعيبة اللي موجودين في برشلونة ومن أعظم يعني الصفقات اللي برشلونة أتمها في الموسم الصيفي الأخير أو الانتقالات الصيفية الأخيرة. لاعب خليفة إنيستا، لاعب عنده مهارة، لاعب موجود في برشلونة بشكل أساسي، عارف إن هو مباراة بعد مباراة يثبت نفسه، مباراة بعد مباراة بيثبت إن هو صفقة جيدة جدا، بيلعب السهل، بسهل الممتنع كمان، ليه دور مهم جدا في برشلونة، وبالتالي الكلام على 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 أرثر إن هو التوقيع العظيم. البرازيلي أبهر الكامب نو سيكون مفتاح في الكلاسيكو بجانب رافينيا الذي يستحق أن يستمر في التشكيلة الرئيسية للمباراة. أما مارسيلو يصل للمباراة بينما سولاري يتابع لوبتيجي وذلك الأول للتوقيع مع كونتي. زي ما قلت لحضراتكم في كلام على يا إما كونتي دلوقتي هو الخيار البديل والمتاح لريال مدريد في حالة خسارة لوبتيجي من برشلونة. نروح لصحيفة أصل الأسبانية و أكيد هتتكلم فيها عن مباراة برشلونة إن مارسيلو سوف يكون متواجد في الكامب نو ولوبتيجي يحاول كل شيء ممكن. أكيد لوبتيجي عنده أمل ولو ما فيش أمل ما كانش هيبقى موجود في مباراة يوم الحد اللي إن شاء الله هتكون الساعة 5:15 بتوقيت القاهرة. وكاريمبو النجم الفرنسي نجم ريال مدريد السابق سيرجيو راموس لا يصل إلى القمة. أكيد طبعا يعني سيرجيو راموس ده ليه قصة وموارد هنتكلم عليها في وسلوك غير جيد تماما بالمرة في تدريبات الريال الأخيرة هنتكلم عليها بس لما يجي وقتها. أما الفيفا يقرر اليوم حول مباراة ميامي. طبعا زي ما احنا عارفين إن الفيفا كان في بعض الكلام من رابطة الدوري الإسباني إن يتم تحديد بعض المباريات الخاصة بالدوري الإسباني هتكون في أمريكا لكن الناس كلها اعترضت واللعيبة اعترضت لكن هنشوف رأي الفيفا هو الحاسم في الأول والأخير. نروح لصحيفة فوسبول بيلد الألمانية وبتتكلم على طبعا دورتموند القوي، دورتموند اللي احنا كلنا شايفينه متألق، شايفين طبعا أشرف حكيمي بيتألق في دورتموند، شايفين باكو الكثير بيتألق مع فريق دورتموند، وبالتالي بتتكلم على طبعا أكسل فيتسل اللاعب البلجيكي ان الثلاث نجوم والثلاث لعيبة واضح ان هم طبعا دول ثلاثة أول موسم يلعبوا مع دورتموند ان هم مغيرين في شكل الفريق،
مساعدين في المباراه الاخيره بيفوزوا على فريق اتلتيكو مدريد في بطوله دوري الابطال، وايضا متصدرين البطوله في الدوري، وبالتالي دورتموند مختلف تماما في الموسم ده عن الموسم الماضي بفضل طبعا الثلاث لعيبه اللي قدام حضراتكم في الشاشه. نروح لفرنسا، صحيفه ليكيب الفرنسيه، و اكيد طبعا بتتكلم وبتنتقد الثلاثي اللي قدام حضراتكم، دي ماريا ونيمار وامبابي، وبنتكلم على ايدينسون كافاني، وان هم العنوان. هل الرباعي اللي انتم شايفينه قدام حضراتكم ده غير قابل للمساس؟ يعني هل لو هم لعبوا كويس خلاص يبقى لعبوا كويس، هل هم لو لعبوا بشكل سيء هل هيتم التغيير؟ هل ممكن 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 نشوف لعيبه ثانيه بيحلوا محلهم، ولا الرباعي ده موجود ايا كان ايه النتيجه؟ ده بنتكلم بعد التعادل، وده التعادل الايجابي 2-2 في دوري الابطال امام فريق نابولي، واللي تعادل فيه فريق سان جيرمان. على فكره الحلم الاكبر لفريق سان جيرمان هو التتويج بدوري الابطال، الدوري الفرنسي محسوم، الكاس الفرنسيه محسومه، وبالتالي هو ده حلم جمهور فريق سان جيرمان ورئيس النادي، وبالتالي هنشوف. لكن انا لا اعتقد ان فريق سان جيرمان بالمستوى اللي احنا شفناه ده هيقدر ان هو يكمل في دوري الابطال، ده لو صعد اصلا من دوري المجموعات. لسه مكملين مع الصحيفه، مع طبعا الصحف الفرنسيه لو باريزيون، نشره عنوان بتقول ما الذي يحتاج لتدخل سريع من توماس توخيل؟ طبعا الكلام بيتم انتقاده لفريق باريس سان جيرمان، وايه اللي ممكن يعمله توماس توخيل لتدخل لتعديل الوضع اللي انتم شايفينه حضراتكم لنادي فريق باريس سان جيرمان؟ نروح لبريطانيا والصحف طبعا الجدليه الابرز في العالم، واكيد كلام كتير في الصحف الانجليزيه، ونبدا بصحيفه الديلي ستار طبعا بتتكلم على مورينيو، نو مور اكسكيوزز، يعني لا مزيد من الاعذار. شفنا مورينيو بيشاور بالثلاثه لجمهور تشيلسي وبيفكرهم بالثلاث بطولات اللي حققها مع تشيلسي. كمان مورينيو بعد مباراه يوفنتوس بيشاور لجمهور يوفنتوس بثلاث صوابع، يعني ايه هم دول؟ يعني ثلاث بطولات اخذتهم مع انتر قدامكم في ايطاليا، وبالتالي مورينيو بقى ملك الاعذار. فصحيفه ديلي ستار قالت له مفيش مزيد تاني من الاعذار، ولازم تحقق نتيجه ايجابيه امام ايفرتون. طبعا المفاجأة إنس النجم الإنجليزي يفاجئ المفاجأة، يمكن لجوزيه أن هو يتوقع اللقاء في أي وقت، وطبعا ده خاص بمورينيو، لكن هنشوف هل مورينيو هيقدر أنه يصمد ولا هيتم إقالته. صحيفة ذا صن البريطانية بتتكلم وبتناقش يعني الأبرز أكيد طبعا مورينيو ورحيله، بتتكلم أيضا أن هو مورينيو يخشى أنه لا يحصل على الدعم الكامل من مانشستر يونايتد. يعني انا اعتقد ان مورينيو واخد كل الدعم، لكن مشكله مورينيو في مورينيو نفسه. لكن ايضا ان طبعا تتكلم على ثلاثيه لوفتوس تشيك وتوتنهام وتالق توتنهام امام فريق بي اس في ايند هوفن في مباراه الشامبيونز ليج، وبي اس في قدر ان هو يخطف التعادل في اخر وقت من المباراه. خلصنا معاكم الصحف العالمية، هنروح لأخبار تانية مهمة، أخبار أكيد بتهم كل الشعب المصري عشان يطمن على نجومنا المحترفين خارج مصر، وأكيد طبعا نبدأ بالفرعون المصري ذا ايجيبشن كينج محمد صلاح في التشكيلة الأساسية لبطولة دوري الأبطال. حقق 15 هدف وبيتفوق على العديد من النجوم زي رونالدو وروبرتو كارلوس وأدريانو وعديد من النجوم اللي ما قدروش يوصلوا لرقم 15 مع فرقهم في أهداف دوري الأبطال، لكن محمد صلاح اختم اختياره ضمن أفضل 11 لاعب في الجولة الأخيرة من بطولة دوري الأبطال. يعني أكيد كلنا شفنا اللقطة المهمة جدا جدا واللي تابعناها ولفتة طيبة، يعني لو نعرف التشكيلة قدام حضراتكم نبص بس على التشكيلة اللي تم اختيارها من قبل الاتحاد الأوروبي واللي فيها محمد صلاح زي ما حضراتكم شايفين. أكيد فخر لينا كلنا إن خلاص بقى عادي دلوقتي وجود محمد صلاح، يا أفضل هدف يا أفضل لاعب في الأسبوع، يا من ضمن تشكيلة أفضل 11 لاعب، أحرز هدفين مع فريقه أمام فريق ريد ستار بلجراد الصربي، وبالتالي يستحق إن هو يكون موجود. لكن اللي فاز بأفضل لاعب في الجولة هو إيدن جاكو لاعب روما اللي أكيد بيتألق مع فريقه فريق روما. محمد صلاح يمكن هنشوف فيديو عظيم جدا، فيديو مهم جدا، فيديو يدل على الأصالة المصرية وفعلا الواجب المصري أو الجنسية المصرية دي عندها جزء كبير جدا من الجدعنة. لكن ده بيتلخص في مشهد كان داخل ملعب أنفيلد، محمد صلاح شاف مشجعة مصرية ست جايه له من اخر الدنيا ومسكه له يافطه بتقول انا جاي لك من اخر الدنيا، وبالتالي هي جايبه له هديه وهو جايب لها هديه، ومنظر كان اكيد مؤثر جدا، لقى التصوير من كل جماهير ليفربول، واكيد الصحف العالميه اتكلمت عليه. لكن
هنشوف معاكم ازاي محمد صلاح قبل هديه المشجعه المصريه، هو كمان قبل ان هو ياخد هديته، ونرجع نكمل مع حضراتكم. يعني شفنا ازاي محمد صلاح تعامل مع الموقف، وكمان طبعا الصحف العالميه لما شافت منظر زي ده بدات تحلله وبدات تشوف محمد صلاح اخذ ايه من السيده المصريه، وبالتالي بدات ان هي تعمل زوم على الصوره فاكتشفت ان هي قدمت له علبه شوكولاته، كمان كتبوا السعر وكتبوا النوع وكتبوا كل حاجه، وبالتالي محدش بيسيب حد في حاله. لكن محمد صلاح وعلاقته قويه، والعلاقه اللي احنا شفناها علاقه يعني بيبقى فيها هزار وضحك وكل حاجه، هي علاقة صلاح بلوفرين، لوفرين المدافع الكرواتي المدافع الأساسي لفريق ليفربول، أكيد لما بيكون في حدث لمحمد صلاح لازم لوفرين يكون هو اللي موجود، محمد صلاح مش بيقدر يمسك نفسه من الضحك أكيد، لما لوفرين بيكون طرف من الأطراف المتواجد فيها محمد صلاح، وبالتالي كان في بعض الجلسات التصوير الخاصة بليفربول ومحمد صلاح، وبالتالي لوفرين بيتدخل، فإيه بقى اللي حصل؟ تعالوا نشوف نرجع نكمل. One more, please. Give up. A good one. He can't do it. He can't do it. One more, please. Give up. A good one. He can't do it. He can't do it. يعني شفنا محمد صلاح واكيد لوفرن يعني اكيد بتبقى حاجه طيبه لما نجمنا محمد صلاح يكون على علاقه طيبه مش جوه الملعب بس خارج الملعب مع عديد من النجوم، فالواضح ان في صداقه قويه تربط صلاح ولوفرن، لكن في الاول وفي الاخر هي اكيد حاجه مقبوله خارج الملعب، واكيد نجمنا المصري هو يعني بدل المصري بيأدي جوه الملعب وخارج الملعب بشكل جيد، فده يدي انطباع جيد جدا عند المصريين في الخارج، لكن محمد صلاح واحد من اللعيبه اللي بره كره القدم اكيد محبوب من الناحيه الانسانيه ومن الناحيه اكيد الخلقيه، وبيضرب مثل يعني زي ما احنا شايفين يحتذى به في كل العالم مش في انجلترا او في مصر بس. محمد النني يعني اكيد كلنا متابعين فريق ارسنال، ارسنال بعد اول مباراتين ليه في الدوري الانجليزي امام تشيلسي ومانشستر سيتي خسر المباراتين، لكن 11 مباراه بسم الله ما شاء الله 11 فوز متتالي اخرهم امس 1-0 في دوري الاوروبي، النني لم يشارك في المباراه، وبالتالي وضع النني بقى صعب جدا مع فريق ارسنال. هل المحل محمد النني هيكون موجود مع ارسنال في الفتره القادمه؟ محمد النني بيعجبني في حاجه ان هو بيصمم، ان هو مكافح، ان هو بيكون عايز يكون ليه دور. محمد النني مش بيستسلم بسهوله، ولو بيستسلم ما كانش هيبقى موجود في ارسنال زي ما احنا شايفين، كلنا اكيد تابعناه وتالقه في نادي بازل، جاله اكثر من عرض سواء للاعاره او للانتقال بشكل رسمي لاحد الانديه الانجليزيه، لكنه رفض وحب ان هو يخوض التجربه والتحدي مع نادي ارسنال، لكن الواضح ان امري والنني ما فيش كيمياء ما بينهم، لكن هنشوف هل محمد النني هيكون موجود مع ارسنال ويحارب على مكانه، ولا يفضل ان هو يخرج على سبيل الاعاره او على سبيل التعاقد مع الدوري الانجليزي ومع احد الانديه اللي ممكن تكون مهتمه به في التعاقد في الفتره القادمه. طبعا عمرو ورده اكيد بعد ما كان بيتم استبعاده في الفتره الاخيره مع نادي باوك، اخيرا عمرو ورده بيشارك مع فريق باوك في خساره امام فريق مولفيدي المجري بهدفين ضمن منافسات الجوله الثالثه في بطوله دوري طبعا الدوري الاوروبي. اكيد طبعا يعني لوتشيسكو المدرب الروماني قرر انه يدفع بيه في المباراه في الشوط الثاني او بدايه الشوط الثاني، لكن ورده اكيد فشل، يعني مش هينزل يعمل حاجه لوحده، مش هيغير النتيجه لوحده، المباراه اكيد كانت صعبه، لكن اشراك عمرو ورده في المباراه بعد تالقه مع منتخب مصر اكيد امر مهم جدا جدا. اما شيكابالا يقترب من الرحيل عن ابولون اليوناني، محمود شيكابالا محمود عبد الرازق شيكابالا واحد من نجوم مصر ونادي الزمالك محترف في اليونان، لكن طبعا يعني بيقابله سوء حظ سيء جدا
في اليونان، وبالتالي الفريق ماشي بشكل وحش جدا. فحتى لو هو كمان بيقدم مستويات جيده مش هيكون باين وسط المستوى السيء اللي احنا بنشوفه من ضمن فريق ابولون اليوناني. لكن شيكابالا انا اعتقد في شهر يناير القادم ممكن يكون لي طريق غير تكملته في الدوري الألماني، ممكن نشوفه موجود تاني في الدوري المصري. هل ممكن يرجع تاني نادي الزمالك ولا هيكون موجود في احد الانديه المصريه؟ ابولون في المركز الاخير في الدوري اليوناني. اما احمد حسن كوكا بيواصل الغياب عن اولمبياكوس بسبب الاصابه اللي لحقت به امام منتخب مصر، وبالتالي اعتقد انه هيغيب عن مباراه تونس، او تاكد غيابه عن مباراه تونس الاخيره في تصفيات أمم أفريقيا اللي ضمن فيها منتخب مصر ومنتخب تونس الصعود إلى البطولة 2019 اللي هتبقى إن شاء الله موجودة في الكاميرون. طبعا باسم مرسي ونادي لاريسا اليوناني، والكلام أيضا على أن باسم مرسي أعتقد أن ممكن ما يكونش موجود في النادي في شهر يناير، وأن رئيس لاريسا أنه بيجبر باسم مرسي على رحيل من الفريق زي ما احنا تابعنا قبل كده، وكان معنا مداخلة من رئيس نادي لاريسا اتكلم فيه عن باسم بشكل كويس، المدير الفني اكيد بيحبه، لكن الاجواء اللي موجوده في اليونان مش مساعده باسم. الدوري مختلف، الدوري اقوى، بالتالي محتاج يعني استعدادات مختلفه. باسم مرسي موجود حاليا في مصر وما سافرش الى اليونان، وانا اعتقد ان باسم مرسي بيحاول ينهي التعاقد سواء بالرجوع تاني الى نادي الزمالك او انه يكمل في اوروبا بس مش في نادي لاريسا. وزي ما احنا اتكلمنا ايضا على باسم مرسي، انني قلنا ان هو ما بقاش موجود بشكل اساسي في الدوري الانجليزي، كمان انني في الدوري الاوروبي يعني في بعض المباريات بيكون موجود وبعض اللقاءات مش بيكون موجود، لكن امبارح في الدوري الاوروبي شارك. يمكن في الاول قلت لحضراتكم ما شاركش، انا كنت بتكلم اسف على بطوله الدوري، لكن محمد النني بيشارك في بطوله اليوروبا ليج، وان يوناي امري شايف ان محمد النني يبقى موجود في مباريات اليوروبا ليج بشكل اساسي. نجح انه يفوز مع فريقه على فريق سبورتنج لشبونه بهدف لا شيء. طبعا زي ما قلت لحضراتكم النني لو هو حابب ان هو يكمل بالشكل ده اكيد طبعا هيبقى موجود، لكن لو هو حابب ان هو يكون في كل المباريات، مباراه اليوروبا ليج بتكون حوالي كل اسبوعين مباراه، بالتالي في الشهر بيلعب مباراتين فقط، اكيد طبعا يعني شيء غير مقبول بلاعب بحجم محمد النني، واحد من افضل اللعيبه اللي جم في المركز ده في مصر. بنتكلم كمان لاعب مجتهد، لاعب عنده خبرات، لاعب عنده قدرات. كمان بيعجبني ان هو مش بيطلع يتكلم ولا بيطلع يصرح باي تصريح سواء مع منتخب مصر او مع فريقه اصلا، لكن يوناي امري هنشوف هل هيفكر ان هو يعتمد عليه في بطوله الدوري. كمان عندنا كاسين في انجلترا، كاس الاتحاد الانجليزي وكاس الرابطه، اعتقد ان هو كمان ممكن يستعين به في احدى البطولتين، وبالتالي محمد النني بيشارك مع فريقه اوروبيا في الفوز على فريق سبورتنج لشبونه. كده خلصنا مع حضراتكم فقره المحترفين المصريين في الخارج، نروح لمباراه الكلاسيكو تاني ونتكلم عليها بشكل يعني في تفاصيل اكتر. مباراه بكره ان شاء الله هتكون الساعة إن شاء الله 5:15 بتوقيت القاهرة، مباراة مهمة، مباراة أكيد طبعا يعني هيكون فيها تفاصيل كتيرة جدا. لكن قبل ما أبدأ معاكم تعالوا نروح ونشوف إزاي استعد جمهور برشلونة للكلاسيكو، والدخلة المنتظرة من جمهور برشلونة لمباراة ريال مدريد يوم الأحد إن شاء الله 5:15 بتوقيت القاهرة. طبعا دي يعني مش موجودة على المواقع الرسمية، لكن مسربة من أحد المواقع اللي عندها مصادر قوية في برشلونة. رجعنا لحضراتكم تاني، وبما ان احنا بنتكلم على الكلاسيكو معانا يعني واحد من الصحفيين اللي موجودين في راديو ماركا اللي هيكلمنا بشكل اكبر عن المباراه، وهو انطونيو فيسكاري الصحفي براديو ماركا. مستر انطونيو، هاو ار يو؟ فيرست اوف اول اند ويلكم اون الاهلي شانل.
Thank you very much. Hello, how are you? Yeah, everything is fine. Yeah, thank you. Of course, we will talk about the Clásico between Barcelona and Real Madrid. And I want to ask you directly, do you think this game will be the first game and last game for Lopetegui if he loses? Well, we all know that the coach of Real Madrid comes in a very bad time, very questioned by the club, also by the public. But the players are with him right now. So as we have seen during the last statement of the Real Madrid players, they have supported the Spanish coach at all. And we know that he will sit for sure on the bench on Sunday in Barcelona. He will be the last. So this is football. It depends for the result. And undoubtedly, he will have to make many decisions. Mm. Among them, if he wants to play with Vinicius or not. Only Lopetegui has Carvajal absent. Mm. But Julen Lopetegui plays at the Camp Nou, but he's not the only one. The Real Madrid coach arrives in Barcelona with broken days, you know, not good for Real Madrid, for Varane, for Bale, for many other players that they are not good in the best moment. Mm. I will translate to the audience and I'll be back to you. Mm-hmm. طبعا في البدايه سالته هل تعتقد ان مباراه برشلونه هتكون الاولى والاخيره للوبتيجي في قياده ريال مدريد؟ اتكلم قال ان لوبتيجي عنده يعني ضغوط في الاختيارات. هل فينيسيوس جونيور هيكون موجود في المباراه ولا لا؟ المباراه على ملعب الكامب نو، وبالتالي اكيد مباراه صعبه جدا، لكن اكيد النتيجه هي اللي هتحدد ايه اللي ممكن يكون موجود. السؤال الثاني هساله طبعا على المتوقع مين المدربين اللي يكونوا موجودين. Do you think that Conte will be the next coach of Real Madrid if Mr. Florentino Perez sacked Lopetegui? Because we heard in the Spanish press that Conte, there is a contact between Conte and Florentino Perez. Yeah, you know, in this type of situations, we heard too much things. We heard that Gazzetta dello Sport told that Conte will get out from Chelsea and have an agree with Real Madrid. But we don't know. In Spanish media, they agree. Some media radios, Cadena Cope told that, that Cadena Cope is a main radio, important radio, told that, yes, that it is an agreement. But they have to talk more. They have to send the economic basis from the statement. So let's see what will be. The club now is thinking in Lopetegui. And now it's Barcelona in after tomorrow. So I think for the moment, they don't want to the media have names. But yeah, that's true. There is an interest. Yes, but also the other Spanish release some news about Mourinho. We all heard this news, but I want to make sure from you. Is it Mourinho? We can see Mourinho, or the nearest one is Conte? Because, you know, Mourinho has an old relationship with Florentino Perez, and he already was the head coach of Real Madrid, and now he had bad performance with Manchester United. So in the coming few days, we can see Mourinho out of Manchester. So what will happen in the market of Real Madrid, Conte or Mourinho? I want to know your opinion. Who will be more useful to Real Madrid, Mourinho or Conte? In my opinion, obviously Conte. Mourinho destroys Madrid. He was there. That's true. That destroyed all the Spanish hegemony in Barcelona. So, you know, 70% of Madrid people now that Mourinho doesn't want to be the trainer. That's true. That he has a competitive way to play. But Mourinho hurt very much to Real Madrid. So I don't know. I think that Mourinho don't going to sit in the bench anymore. Yes, okay, I will translate and I'll be back to you again. Perfect. So, طبعا سألته سؤالين على كونتي. هل هو كونتي أقرب مدير فني ممكن يكون موجود في حال أن لوبوتيجي يتم إقالته؟ قال لي طبعا حصل بعض الكلام ما بين كونتي وبين فلورنتينو فيريز زي ما هو مكتوب في الصحافة، لكن ما فيش حاجة مؤكدة، كله هيبان بعد المباراة. لكن سألته أيضا على خبر تاني موجود في الصحف العالمية والصحف الأسبانية، أن مورينيو ممكن يكون كمان هو اللي موجود بعد ما لو تمت اقالته من فريق مانشستر. قلت له انت تفضل ايه؟ هل شايف مورينيو ولا كونتي حد منهم يكون موجود الافيد لفريق ريال مدريد؟ قال لي كونتي هو اللي يكون افيد. مورينيو كان موجود قبل كده وطبعا دمر ريال مدريد ودمر الكره الاسبانيه ودمر الاحتفال اللي كان موجود في الكامب نو ودمر حاجات كثيره جدا موجوده في الفريق، وبالتالي هو بيفضل كونتي لريال مدريد. يعني مستر أنطونيو، also I want to ask you about Neymar. And Neymar, there is rumors everywhere that he will be in Real Madrid next season with a big amount of money.
Do you support transfer Neymar from Paris Saint-Germain to Real Madrid, and he can do it, or the management in Paris Saint-Germain will refuse any offers to them? You know, last days, these two, 3 days now, telling that Neymar Madrid, now he's telling to maybe Neymar is get back to Barcelona, you know? But Neymar on his Instagram, official Instagram, he said all of these news are rumors about transferring him from Paris Saint-Germain to Barcelona. So I don't think so that he will transfer to Barcelona. But now, we now that know that Real Madrid have a lot of money, they want to spend it well. We have two options, Hazard or Neymar. But Neymar is the strongest opinion inside Real Madrid. Now, if Neymar wants to leave to PSG, yes, Neymar will go to Madrid, that's for sure. They will not back to Barcelona. I will tell you why, because Barcelona gets, when he goes to Paris in search for a ring, that the moment he was not coming, yes, because other players stand out more than the Brazilians. Yes. The bad luck to have an injury that made him not get well at the World Cup in Russia. Mm. So the club is very hard by his departure, because, as I said, Ronaldo was able to return. Ronaldo, I'm telling about the phenomenon, because you remember he was able to return to Barca, but Joan Gaspar, he was the president of the Barcelona, who don't want it to come. So I think that Neymar is the same. The club is hurt. Neymar wants to come to Barcelona because he missed Arthur, he missed Messi, he missed Luis Suarez. He wants to be with South American players. Mm. But Neymar knows that if he wants to get out from PSG, that he will go out. Not this year, maybe the next one. Next year. But here, the near club for Neymar is Real Madrid, not Barcelona? I think so, because I know that Neymar get back to Barcelona, but the club doesn't want, because they hard. Yes. I remember in a press conference, yes, our president told Neymar won't go to Paris Saint-Germain 200%. Neymar went. Yes, yes. So that's not good for Barcelona. Yes, 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 that's true. سألته على أيضا موضوع نيمار، هل تعتقد أنه ممكن ينتقل إلى ريال مدريد في الفترة القادمة؟ قال لي نيمار عايز يخرج من باريس سان جيرمان، مفيش أي شك من الكلام اللي بيتقال، لكن برشلونة لريال مدريد في كلام بيتقال إنه على برشلونة وعايز يرجع تاني مع اللعيبة البرازيليين اللي موجودين. بنتكلم أيضا على ريال مدريد إن هو ممكن يكون موجود في ريال مدريد، ريال مدريد هو يعني قادر إن هو ممكن يدفع مبلغ نيمار. كمان بنتكلم على رئيس برشلونة وإن هو بنتكلم على حته الشخصيه، وبنتكلم على التصريح اللي اعلنه قبل كده ان نيمار هيكون موجود في برشلونه 200% قبل ما يمشي، وبعد كده اتفاجئنا ان هو مشي، وبالتالي ممكن تكون دي من بعض الثغرات اللي تمنع رجوع نيمار الى برشلونه. لكن نيمار بيتمنى ان هو يكون موجود، لكن ازاي هيكون التعامل من قبل الصحافه الاسبانيه والجمهور. Finally, Mr. Antonio, I want to know your expectations about the match between Barcelona and Real Madrid on Sunday. Mm-hmm. Yeah, for 15 p.m. Cairo time, also Spanish time, yes. And which undoubtedly has two very important absences. I know that you know, and all the people know it, that after almost 10 years, Sanchez Cristiano came to Real Madrid in 2009-2010, and 32 games after, no one of the two cracks, Messi and Cristiano, won't be in the match. So what can I tell you about the Clásico? I know that Barcelona arrived in a good moment because Barcelona is making good play. Not at the best moment I remember, but Real Madrid is coming back very, very bad. You know, Victoria Pilsen just won 2-1. It's like in the La Liga was like 8 hours without scoring any simple goal. But it was so, so impossible. And I think that if I have to bet any money to any of the two teams, I will bet in Barcelona. But that's not meaning that Barcelona will win, because you know in Clásico it's always very, very, very complicated. Yes. To expect any result. Yeah. Mr. Antonio, thank you so much for being with me on Al Ahly channel, and good luck. And of course, we will all watch the game on Sunday. Thank you so much. ده كان أنطونيو فيسكاري صحفي براديو ماركا. آخر سؤال سألته عن توقعاتك عن مباراة برشلونة وريال مدريد، قال لي مباراة بتشهد غياب نجمين رونالدو عن ريال مدريد وميسي عن برشلونة، لكن هو بيتوقع أن فوز برشلونة هو الأقرب، لكن التوقعات مش كل شيء في مباريات الكلاسيكو. قال لي ياما شفنا مباريات كلاسيكو قبل كده كان فيها برشلونة أو ريال مدريد هم الجانب الأفضل، وبيحصل العكس من خلال سيناريو المباراة. ده حال كل المباريات القوية، بنتكلم على الكلاسيكو، بنتكلم على حتى هنا أهلي وزمالك، بنتكلم على في إنجلترا مانشستر ومانشستر أو مانشستر وتشيلسي أو تشيلسي وليفربول، مفيش حاجة بتكون متوقعة في المباريات الكبيرة. يبقى
حالة اللاعب يوم المباراة والتوفيق. طبعا بتاع ربنا هو اللي بيكون الفيصل في أحداث اللقاء، لكن ما فيش شك أنها تكون مباراة ممتعة، ما فيش شك أن كلنا هنتابع المباراة الهامة والمرتقبة يوم الحد الساعة 5:15 بتوقيت القاهرة. نروح بقى عشان الوقت بيجري مع حضراتكم بسرعة، نروح إلى الفيديوهات والكواليس اللي بتكون موجودة معنا هنا في وورلد سبورتس، ونبدأ معاكم بمباراة مانشستر يونايتد ومباراة يوفنتوس واللي بتشهد عودة رونالدو إلى ملعب الأولد ترافورد، وكلنا شفنا إزاي رونالدو استقباله وتم توديعه من خلال الجمهور الوفي جمهور مانشستر يونايتد اللي بيحب رونالدو، ورونالدو اكيد بيحب جمهور مانشستر، والعلاقه بينهم علاقه جيده جدا. تعالوا نروح ونشوف ازاي جمهور مانشستر استقبل وودع رونالدو بعد احداث مباراه يوفنتوس في دوري ابطال اوروبا. يعني كلنا شفنا اكيد رونالدو وتوديعه واستقباله بشكل حار جدا من جمهور مانشستر. كمان في خلال احداث المباراه كان في بعض المشاهد اللي مع النجم رونالدو اللي اكيد جمهور مانشستر كان مستنيه فارغ الصبر انه يكون موجود على ملعب الاولد ترافورد بعد سنين طويله جدا، سواء بوجوده مع ريال مدريد او مع اليوفنتوس. مش بيبقى موجود في ملعب الاولد ترافورد، لكن في اول زياره ليه من وقت بعيد مشجع حاول ان هو ينتهز ان الامن مش واخد باله طبعا الجمهور، ونزل ارض الملعب وحاول ان هو يسلم على رونالدو، لكن برغم قوه الامن نجح في اللي هو عايز يعمله. تعالوا نروح ونشوف نتابع رونالدو اتعامل ازاي مع المشجع اللي اقتحم ارض الملعب وازاي المشهد انتهى. يعني هنروح من لقاء يوفنتوس ومانشستر يونايتد الى مباراه برشلونه وانتر. برشلونه وانتر اكيد مباراه كانت قويه، شفناها انتهت 2-0 لبرشلونه، لكن يمكن كتير من مشجعي نادي برشلونه ما يعرفوش ان ماورو ايكاردي كابتن فريق انتر ميلان ومهاجم الفريق المتالق في الفتره الاخيره هو من احد ناشئي اكاديميه لاماسيا في برشلونه، وبالتالي قبل المباراه وبعد انتهاء المباراة جبنا لحضراتكم بعض اللقطات اللي تثبت ان ماورو ايكاردي كان من ضمن لعيبة برشلونة وكمان من ضمن اكاديمية لاماسيا. تخيلوا حضراتكم اكاديمية لاماسيا خرجت كام لاعب للعالم مش بس لبرشلونة، يعني لو عدينا اللعيبة اللي موجودين بره هنلاقيهم لعيبة كبيرة جدا، وبالتالي هي مشروع عملاق، مشروع مش بيخدم بس فريق برشلونة، لا ده بيخدم كل فرق العالم. طبعا بنتكلم العكس، تخيلوا حضراتكم ان برشلونه ما كانش استغنى عن ولا لاعب من اللي موجودين في اكاديميه لاماسيا، لكن هو ده حال كره القدم، لازم يكون عندك عدد من اللعيبه اللي موجوده حتى لو التقييد عندك مفتوح. وبالتالي ايكاردي جبنا لحضراتكم بعض اللقطات اللي كانت موجوده معاه في مرحله الناشئين وهو موجود في اكاديميه لاماسيا في برشلونه. تعالوا نروح نتابع ايكاردي لما كان في برشلونه، نرجع نكمل معاكم. اكيد لما ميسي يكون موجود في اي مكان في العالم مصاب او مش مصاب في الملعب بره الملعب اكيد بيجذب جميع انظار الصحف العالميه وبيجذب انظار كل المشجعين وكل الاشخاص اللي موجودين في المكان اللي هو
فيه، لكن وجود ميسي في المدرجات كان أبرز شيء بعد طبعا أحداث المباراة والهدفين اللي شفناهم في مباراة برشلونة وإنتر ميلان وانتهت بفوز برشلونة 2-0. لكن وجود ميسي وأكيد يعني إصابته البالغة اللي قدرت تبعده عن برشلونة لمدة 3 أسابيع وكمان عن مباراة الكلاسيكو المرتقبة والمهمة جدا جدا، كان الحدث الأبرز في المباراة من خلال المدرجات، وكمان اصطحابه لابنه معاه علشان يشوف المباراة من الملعب مباشرة. هنشوف ميسي ووجوده في مدرجات برشلونة ومشاهدته لمباراة انتر وبرشلونة من ضمن أبرز الأحداث المباراة. هنشوف ميسي ونرجع نكمل دوري الأبطال، ويمكن هنختم معكم دوري الأبطال يعني خبر أو موقف يعني أكيد الأقدار دي بشيء يعني بإرادة ربنا سبحانه وتعالى، لكن مباراة سيسكا موسكو وروما، وإحنا عارفين إن كان في طبعا خسارة فريق سيسكا موسكو، لكن وجود الجمهور الروسي والجمهور الإيطالي في المباراة وأحداث أكيد كانت مؤسفة وأدت إلى إصابات، وهو تدافع بشكل قوي جدا ورهيب على السلالم الكهربائية الخاصة بالمترو في العاصمة روما، حصل بعض الخلل في النظام الكهربائي وبالتالي أدى إلى سرعة السلم وأدى إلى إصابات بالغة. في الأول وفي الآخر أيا كان البلد أيا كان طبعا القوة الإمكانات اللي موجودة، لكن القدر لما يكون موجود يعني ما بيشوفش أي حاجة غير تنفيذ المشيئة الإلهية، لكن الحمد لله ما فيش أي وفيات حصلت، لكن بعض الإصابات أكيد القوية اللي هنشوفها نتابع معاكم ونرجع نكمل مع حضراتكم. يعني شفنا مع حضراتكم يمكن أخطر حاجة حصلت في الأحداث اللي احنا شفناها هي إصابة مشجع وتم بات رساقه بعد ما تم يعني وجوده أو اتنقل للمستشفى، الدكتور قرر ان هو يتم بات رساقه عشان هتأثر على باقي الجسم، لكن يعني الحمد لله ما حصلتش إصابات أكتر من كده، وزي ما قلت حضراتكم ده وارد في عالم كرة القدم. خلصنا دوري الأبطال وأهم الكواليس والأحداث اللي حضراتكم مش بتشوفوها غير من خلال World Sports، ونخش على الفيديوهات بشكل عام والأخبار اللي موجودة في العالم، ونبدأ مع حضراتكم بساديو ماني. ساديو ماني أكيد واحد من اللعيبة اللي ليها شعبية كبيرة جدا في العالم كمان في بلده السنغال، وبالتالي ساديو ماني هو الأبرز والنجم الحالي زي محمد صلاح نجم في مصر، ساديو ماني نجم في السنغال، لكن هو النجم الأوحد والنجم المتهم به كل الجمهور وكل لاعبي كرة القدم. وكمان لفة طيبة من ساديو ماني أنه هو على قد ما بيقدر يكون في بعض الإهداءات الخاصة بالتيشيرت بتاع ساديو ماني، وكمان هم من كتر حبهم أكيد بيكون في توزيع وبيع عدد من التيشيرتات ضخم جدا الخاص بساديو ماني. تعالوا نشوف ساديو ماني في السنغال شكله عامل إزاي. يعني زي ما حضراتكم شايفين كرة القدم هي لغة الشعوب، هي كل شيء، يعني عايز تنقل أي حاجة أو عايز تعبر عن أي حاجة بدون أي مشاكل هي كرة القدم، فأكيد طبعا علاقة حب جيدة وشيء جيد جدا أن يكون في رمز من كرة القدم هو ممثل لكل دولة. لكن هنروح لكامب نو وخطة تطوير الملعب اللي كل شوية بيكون عندنا فيديو 3D خاص بالعملية الإنشائية في
في تطوير الملعب. اكيد كامب نو واحد من ابرز الملاعب اللي موجوده في العالم. تعالوا نروح ونشوف ونتابع تقرير ازاي هيتم تطوير ملعب الكامب نو من اوله لحد طبعا اخره في ميزانيه ضخمه رهيبه. واكيد طبعا في الاول وفي الاخر هو تحفه فنيه خاصه بكره القدم. تعالوا نروح نشوف ونتابع ونرجع نكمل معاكم. مفيش احسن من كده شغل بالنسبه لبرشلونه الجديد وكمان طريقه عرضه على السوشيال ميديا. سريعا نحاول ناخد اكبر قدر ممكن من الفيديوهات اللي موجوده معانا. لكن بوفون واحد مش بس من نجوم حراس المرمى، لا ده كمان عنده مهارات بيستخدمها في لعب كره القدم. تعالوا نشوف مهارات بوفون ونرجع نكمل معاك. لما بيكون حاجه عجبانا بناخدها ثلاث مرات. يعني ده كان بوفون اكيد طبعا واحد من الحراس اللي اكيد جم في تاريخ كره القدم العالميه، واحد من افضل الاجوان اللي جم في تاريخ ايطاليا. لكن نيمار ما في شك ان هو الابرز في الموهبه في العالم، ما اعتقدش ان في المهارات وفي الحركات بتاعت كره الشوارع ما حدش يعدي نيمار. وبالتالي نيمار لازم يكون ليه كل فتره يكون ليه فيديو استعراض مهارات بشكل مختلف. تعالوا نشوف ازاي الفيديو ده اختلف فيه نيمار من مهارته بالتعاون مع حد تاني نرجع نكمل معاكم. نيمار يا جماعه يعني نختلف نتفق عليه ابرز موهبه كره قدم في العالم حاليا في المهارات اللي هو يعني كره الشوارع، المهارات اللي احنا شفناها دي ما حدش يقدر يعملها غير نيمار. بتكلم على كره القدم الحداشرات، الناس اللي بتلعب مش الفوتبول ستريت، فوتبول ستريت والناس اللي هي بتعمل مهاره بره الملعب دول ما يقدروش يبقوا موجودين داخل الملعب في كره القدم في الحداشرات. لكن نيمار حداشرات خماسي واحد على واحد اي حاجه هو يقدر يعملها. في دوري الهواه دايما بنحاول نجيب لحضراتكم ابرز اللقطات اللي موجوده في الدوريات الخاصه بدوري الهواه في العالم كله. لكن الهدف اللي احنا هنشوفه ده ما اعتقدش ان في فريق ممكن فريق من الفرق الكبيره يكون عندها الانسجام او عندها التيكي تاكا اللي احنا هنشوفها دلوقتي مع حضراتكم في ازاي ان هم ينتقلوا من الدفاع للهجوم بانسجام بسهوله وتسجيل هدف بالشكل اللي احنا هنشوفه من خلال الفيديو. يعني شفنا مع حضراتكم هدف اعتقد ان هو رائع، هدف ان هو صعب فرقه كبيره تبقى عندها نفس الانسيابيه والانسجام اللي احنا شفناه. لكن بعد مباراه ارسنال الاخيره وليستر اللي مسعود اوزيل جاب هدف فيها، اللاعب كره القدم جوه الملعب لما بيبقى موجود بعد كده لوحده او بيبقى موجود داخل المنزل او موجود في تدريبات الفريق بيبدا ان هو يشوف جاب الهدف ازاي، احرز الهدف ازاي. لكن في اللحظه اللي مسعود اوزيل بيشوف الهدف ورد فعله، حد من زمايله لقطه وبالتالي نزلت على السوشيال ميديا وجبناها لحضراتكم عشان تشوفوا وتتابعوا ازاي مسعود اوزيل بيتابع الهدف اللي احرزه في مباراه ليستر سيتي في الدوري الانجليزي. اوزيل واتشينج هيز جول. Ozil watching his goal. Mesut.
Ozil watching his goal. عارفين حضراتكم دايما كده في مقوله بينا نقولها على السوشيال ميديا ان من ضمنها اي حاجه فرفوش بتبقى رزق، فالحكم الفرفوش رزق. حكم الرايه في احدى المباريات يعني كان قاعد فاضي تقريبا، ما كانش في اي هجمات بتحصل من الفريق اللي هو كان مسؤول عن خط هجومه، وبالتالي بدا ان هو يمارس الهوايه المفضله عنده. ايه حضراتكم او ايه اللي ممكن تتخيلوه حكم الرايه ممكن هوايه يمارسها اثناء تاديه عمله داخل الملعب؟ تعالوا نروح ونشوف الحكم عمل ايه في اللحظات اللي كان واقف فيها لا بيهش ولا بينش والكرة بتجيش عنده خالص. يعني زي ما قلت لحضراتكم الحكم الفرفوش رزق، حكم سنة ما شاء الله يعني واقف عمال يرقص وعمال يهزر وعمال ما فيش حاجه في دماغه، لكن يعني اكيد تبقى لقطه مميزه جدا عرضناها لحضراتكم. طبعا مبابي واحد من نجوم كره القدم في فرنسا وواحد من نجوم اللعيبه اللي حققوا انجازات في وقت قصير جدا، لكن مبابي وجوده في بدايه حياته او بدايه عمره او المكان اللي اتربى فيه وكبر فيه وكان سبب في ان هو يبقى نجم من نجوم الكره العالميه، وان هو كمان يزور المكان ده ويتبرع بنص مليون يورو للمكان علشان يطلع لعيبه وتكون طبعا يعني اكيد ال 500 مليون او ال 500 الف يورو اللي هم نص مليون يورو دول هديه كاس العالم تبرع بيهم بالكامل امبابي لصالح المكان اللي اتربى فيه وكبر فيه، وكمان زاره فتلات طيبه جدا من امبابي مع الاطفال الصغيرين عشان تكون دافع ليهم في الفتره اللي جايه. هنروح نشوف ونتابع اخر فيديوهات اللي موجوده معانا في وول سبورتس ونرجع نختم مع حضراتكم. يعني قبل ما اختم مع حضراتكم سريعا هفكر حضراتكم باهم المباريات اللي هتكون موجوده يوم السبت والحد والاثنين. بكره ان شاء الله السبت الساعه 4 بتوقيت القاهره ليفربول وكارديف سيتي في الدوري الانجليزي، الدوري الاسباني اتلتيكو مدريد وريال سوسيداد 9 الا ربع، والدوري الايطالي يوفنتوس وامبولي الساعه 6 بتوقيت القاهره. يوم الحد ان شاء الله هتبقى المباريات او معظم المباريات المهمه هتبقى ارسنال وكريستال بالاس الساعه 3:30، تشيلسي وبرنلي الساعه 3:30، اما الساعه 6 مانشستر يونايتد وايفرتون، وبرشلونه وريال مدريد الساعه 5:15. كمان في الدوري الايطالي ميلان هيلعب سامبدوريا الساعه 7 ونابولي وروما الساعه 9:30. اما يوم الاثنين لسه الحد مكملين مباراه قويه جدا ما بين مارسيليا وفريق سان جيرمان في الدوري الفرنسي يوم الحد الساعه 10. اما يوم الاثنين لقاءين في الدوري الانجليزي مباراه توتنهام هوتسبيرز ومانشستر سيتي الساعه 10، اما في الدوري الايطالي الساعه 9:30 لاتسيو هيلاقي انتر ميلان. ان شاء الله تكون وجبه دسمه ونستمتع بيها كمتابعين ومشجعين الكره العالميه. نشوفكم ان شاء الله يوم الجمعه اللي قادم في حلقه جديده من وورلد سبورتس على قناه النادي الاهلي. نشوفكم على الف خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.